مشاهدينا الكرام، مساء الخير. هذا اليوم منخفض نسبي للضغط الجوي يهم كافة مجالاتنا البحرية. توقعاتنا الجوية صالحة بعد الظهر بشمال تونس، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مفرقة، ريح جنوبية غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 تصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمضطرب. بشرق تونس أمطار متفرقة أيضا، الريح تهب شمالية شرقية جنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. وبخليج قابس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة، ريح شرقية شمالية شرقية من 20 إلى 25 تصل مؤقتا إلى حدود 30 عقدة، البحر مضطرب والرؤية تمتد من 3 إلى 7 أميال. خلال هذه الليلة بشمال تونس يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة، تهب الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 20 تصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب مضطرب. بشرق تونس بعض الأمطار المتفرقة، ريح جنوبية شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. وبخليج قابس أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية، ريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 تصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية تنخفض تدريجيا من 7 أميال إلى 3. تطور الحالة الجوية اليوم الغد إن شاء الله بشمال تونس وكذلك بجهات خليج الحمامات، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة، تهب الريح من القطاع الشمالي من 15 إلى 20 تصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب مضطرب والرؤية تمتد من ميلين إلى 7 أميال. على منطقة الشاب سحب أحيانا كثيفة ومؤقتا رعدية مع أمطار متفرقة، تهب الريح من القطاع الشمالي سرعتها من 15 إلى 20 تصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب مضطرب. وبخليج قابس أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية، ريح شمالية شرقية من 15 إلى 20 ثم تتقوى بعد الظهر من 25 إلى 35 عقدة، البحر مضطرب فشديد الاضطراب والرؤية تمتد من ميلين إلى 7 أميال. نمر الآن إلى حركة المد والجزر، ميناء إصفاقس 45 سنتيمتر على الساعة 8 مساء و 36 دقيقة، متر و 52 سنتيمتر على الساعة 8 صباحا و 36 دقيقة، ميناء جابس 51 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و 23 دقيقة، متر و 86 سنتيمتر على الساعة 8 صباحا و 41 دقيقة، ميناء جرجيس 29 سنتيمتر على الساعة 8 مساء و 40 دقيقة، 88 سنتيمتر على الساعة 8 صباحا و 48 دقيقة. كالعادة في الختام لمزيد من الإرشادات والمعلومات، أمامكم رقم الموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة SMS على الرقم 85012. في ختام هذه النشرة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.